أنا كنت عايشة برا لفترة وحبيت أرجع على لبنان، فلما رجعت على لبنان تغير علي أشياء كتيرة. المي مالحة كتير، ولا نوع الصابون كان يرغي. سمعت بدورات عم تنعطى لصناعة الصابون البارد، فأخذت المجازفة وطلبت الدورة ورحت أخذتها. I joined Mappy Workshop، علموني كتير أشياء، علموني أعمل البزنس بلان تبعي، علموني أعمل financial part تبع البزنس بلان، علموني كيف أعمل pricing، وعلموني كيف أعمل packaging. وإن شاء الله عندي إحساس وهوب كتير كبير بهالمشروع أنه يكبر ويتطور. سارة انضمت إلى مشروع تمكين رواد الأعمال اللبنانيين، ما مكنها من تطوير مبادرتها المنزلية هذه ضمن استراتيجية هادفة، حيث شاركت مع رواد آخرين في سلسلة من ورش عمل كان لها الأثر الإيجابي في تهيئة البيئة المناسبة لهم وتعزيز ابتكاراتهم. كان عندي مشكلة صارت فكرة، بس تغدت وكبرت مع مابي وركشوب لصارت مشروع. مشروع تمكين رواد الأعمال اللبنانيين هو مشروع ممول من مابي، مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية، وبتنفذه رابطة خريجي مبادرة الشراكة الشرق أوسطية مابي LAA. هدفه تمكين قدرات 51 شاب وصبية من كافة المناطق اللبنانية على تطوير مهاراتهم بريادة الأعمال وريادة الأعمال الاجتماعية. مبادرة أمريكية تهدف بالدرجة الأولى إلى الحد من مشكلة البطالة التي تفاقمت في الآونة الأخيرة في لبنان، محفزة الشباب على البدء بمشروع في المنطقة التي يتواجدون فيها لتشجيع النمو الاقتصادي في المناطق الريفية وخلق فرص عمل فيها. عندما يتعلق الأمر بمشروع في لبنان، فإن حكومة الولايات المتحدة والسفارة هنا ملتزمتان حقاً بتمكين الشباب اللبناني. نريد أن نرى الناس تنجح، وأي شيء يمكننا القيام به لدعم ذلك في لبنان نجده نجاحاً كبيراً للحكومة الأمريكية وللشعب اللبناني. كل مشارك يحمل مشروعه الحلم إلى النور، بعضهم ينتظر التمويل اللازم وبعضهم الآخر خطى خطوته الأولى. أنا بشجع كل ست عندها باشن، عندها شغف لأي شغلة بتحب تعملها ما توقف، لأن الست عندها بوتنشال كتير كتير توصل محلات كتير كبيرة، بس بدها شوية صبر ومتابعة وملاحقة. رواد طامحون إلى التغيير، إلى تسطير قصة نجاح من رحم واقعهم. درجة غفري لبرنامج اليوم على الحرة، بيروت.